السلام عليكم حبيباتي، كيف حالكم؟ رابع درس اليوم إن شاء الله هو حساب الفترات الزمنية 2. هذا الجزء الأول من هذا الدرس. بتمنى تكوني درست حساب الفترات الزمنية 1 لحتى تكوني عارفة أنا شو بحكي. حساب الفترات الزمنية 1 كانت بتحكي عن الساعات والدقائق، بينما درس اليوم إن شاء الله رح بيتحدث عن الأيام والأسابيع. خليكي معي لحتى نعرف شو بيحكي الدرس. الآن في شغلة كتير مهمة لازم نكون عارفينها، اللي هو عبارة عن أسماء الأشهر العربية ورقم الشهر اللي بيدل عليه ذلك الشهر. كانون الثاني هو عبارة عن شهر 1، شباط هو عبارة عن شهر 2، آذار شهر 3، نيسان شهر 4، أيار شهر 5، حزيران شهر 6، تموز شهر 7، آب شهر 8، أيلول شهر 9، وتشرين أول شهر 10، وتشرين ثاني 11، وكانون أول هو شهر 12. ذكرت لك هاي الأشهر مع أرقامها لحتى تعرفي في خلال درسنا رح بيكون ذاكر لك اسم الشهر بالطريقة العربية، اللي هي حيكون ذاكر لك مثلا كانون ثاني شباط آذار، ما حيكون حاط لك رقم الشهر، فحلو نعرف هاي الأشهر عن شو بتحكي. الآن ماما، هاي اللي أمامك هي عبارة عن صفحة من تقويم. طبعا التقويم أعتقد الكل بيعرف شو يعني تقويم، اللي هي الرزنامة مثل ما إحنا بنحكيها. هي عبارة عن صفحة بتظهر لي الشهر والأيام والتواريخ من ذلك الشهر. الآن تعالي نعرف أنا وياكي شو بدنا نعمل بهذا التقويم، وشو الأسئلة اللي ممكن تيجي عليه من حساب أيام وأسابيع. الآن بيقول لك السؤال: احسب عدد الأيام من 12 آذار إلى 28 آذار. لازم أنتبه للشغلة وأحدد شو الأيام اللي أنا عندي إياها ضمن صفحة التقويم هاي. انتبهي معي، أول شغلة بعملها بحط دائرة على اللي هي من عند من. طبعا إذا بتلاحظي في عندي هون من وفي عندي إلى، يعني تشير إلى فترة زمنية من وإلى. إذا من 12 آذار بحط دائرة على 12 آذار اللي هي عندي إياها هون. ثاني خطوة بشوف إلى وبشوف التاريخ اللي بعده اللي هو 28 آذار، وأيضا بحط عليه دائرة حتى أعرف أنا شو رح أعمل. في معلومة كتير مهمة لازم أنا وياكي نعرفها، اللي هي لحساب عدد الأيام لا نقوم بحساب اليوم الأول، يعني 12 هاي ولا كأنها موجودة. بحط أصبعي مباشرة عند التاريخ اللي بعدها مباشرة اللي هو 13، إذن 12 ولا كأنها موجودة. ببلش أعد أنا وياكي، تعالي نعد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. معناته عدد الأيام ما بين 12 آذار و 28 آذار هو 16 يوم. إذن فقط هي عملية عد، لكن بدي أنتبه إنه العدد الأول اللي عندي أو التاريخ الأول اللي أنا عندي ما بحسبه ضمن العد، لأنه إذا حسبتيه حيطلع عندك 17 يوم وحتطلع إجابتك خاطئة. الآن ماما جبت لك صفحة من تقويم تاني لشهر أيار اللي هو شهر 5، أعطيتك فيها اللي هي الأيام وأعطيتك فيها التواريخ. تعالي نشوف أنا وياكي إيش بدنا من هاي الصفحة. بيقول لك احسب عدد الأسابيع من 8 أيار إلى 25 أيار. من 8 أيار إلى 25 أيار، إذن هاي عبارة عن فترة زمنية من وإلى. حكينا أول خطوة بحط دائرة على البداية اللي هي من 8، هاي حطينا دائرة على 8، وإلى 25 أيضا أضع دائرة على 25. إذا من 8 أيار إلى 25 أيار، هي حددت الفترة الزمنية اللي أنا عندي إياها. تعالي نعرف أنا وياك المعلومة اللي كتير مهمة عن حساب عدد الأسابيع. بيقول لك لحساب عدد الأسابيع لا نقوم بحساب اليوم الأخير. إذا لحساب عدد الأيام لا نقوم بحساب اليوم الأول، ولحساب عدد الأسابيع لا نقوم بحساب اليوم الأخير. الآن
في معلومة كتير مهمة لازم نعرفها، اللي هي الأسبوع هو عبارة عن 7 أيام. إذا كل 7 أيام تحصر لي أسبوع. إذا بدي أعد أنا وياكي كل 7 أيام نوقف عليها لحتى نعرف إنه هاي عبارة عن أسبوع. طيب الآن إذا مشيت أنا وياكي من 8 إلى 14 رح بيطلع معاي أسبوع، والدليل على إنه هون في عندي 7 أيام. تعالي أتأكد أنا وياكي، 1 2 3 4 5 6 7. إذا هدول 7 أيام، فإذا هدول عبارة عن أسبوع. إذا من 8 أيار إلى 14 أيار هدول عبارة عن 7 أيام، اللي هو عبارة عن أسبوع. الآن نكمل. الآن رح أبدأ من عند 15 ورح أوقف وين؟ تعالي أعد أنا وياكي، 1 2 3 4 5 6 7. إذا هي 7 أيام، اللي هي وين؟ عند 21. إذا من 15 أيار لواحد وعشرين أيار هدول عبارة عن 7 أيام، وبالتالي هدول عبارة عن أسبوع زي ما أنا كاتبت لك هون. من 15 أيار لواحد وعشرين أيار عبارة عن 7 أيام، أي أسبوع. طيب تبقت عندي هاي الأيام اللي هون أنا عندي إياها، تعالي نشوف شو بدنا نعمل فيها. من 22 أيار لأربعة وعشرين أيار هدول عبارة عن 3 أيام، وما بشمل بينهم اليوم الأخير اللي هو 25، لأنه أنا حكيت لك المعلومة لا نقوم في حساب عدد الأسابيع، لا نقوم بحساب اليوم الأخير. إذا أنا بوقف عند 24. من 22 لل 24 هدول عبارة عن 3 أيام فقط وليس أسبوع. إذا عدد الأسابيع ضمن هاي الفترة الزمنية اللي هي 8 أيار ل 25 أيار عبارة عن أسبوعين وثلاثة أيام. الآن حبيباتي جبت لك صفحة تقويم بشكل مختلف، اللي هي عبارة عن تقويمين بجانب بعضهم، حزيران وتموز، وأعطيتك التواريخ اللي مشمولة فيهم. تعالي نشوف مع بعض شو السؤال اللي مطروح لإلهم. بيقول لك احسب عدد الأيام من 17 حزيران إلى 6 تموز. انتبهي إنه أنا عطيتك الفترة من 17 حزيران إلى 6 تموز عبارة عن أشهر مختلفة وليس بنفس التقويم. صفحة حزيران وصفحة تموز، أول خطوة حكيناها بحدد التواريخ اللي أنا عندي إياها. حطينا دائرة على 17 حزيران وحطينا دائرة على 6 تموز. طيب المعلومة اللي إحنا حكيناها قبل شوي بحكي لك، لحساب عدد الأيام لا نقوم بحساب اليوم الأول. إذا 17 ما رح أخذ بعين اعتبارها ولا كأنها موجودة، رح أبلش عد من عند 18. ويلا نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. إذا عدد الأيام من 17 حزيران إلى 6 تموز يساوي 19 يوم. الآن ماما لنفس صفحات التقويم اللي أنا عندي إياها هون طالبة منك تحسبي لي عدد الأسابيع من 17 حزيران إلى 6 تموز. أول خطوة حكيناها بحدد وين هدول التواريخ وين موجودين، بوضع دائرة على كل وحدة، 17 حزيران و 6 تموز اللي هو نفس التواريخ اللي حكينا عنهم بالفرع السابق. طيب إذا لحساب عدد الأسابيع لا نقوم بحساب اليوم الأخير زي ما هلأ حكينا. إذا هون لما أوصل عند 6 ما رح أخدها. إذا لما بدي أوصل عند 6 ما رح أخدها. طيب الآن تعالي أبلش أنا وياكي. الآن رح أبلش عد من عند اليوم 17، لأنه في عند الأسابيع رح باخد اليوم الأول. 1 2 3 4 5 6 7. إذا هدول 7 أيام لعند 23 رح يعطوني أسبوع واحد. إذا من 17 حزيران إلى 23 حزيران هي عبارة عن 7 أيام وبالتالي أسبوع. الآن رح أبدأ العد من عند 24. يلا نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7. إذا وقفت 7 وين؟ عند 30. إذا من 24 حزيران إلى 30 حزيران هدول عبارة عن 7 أيام وبالتالي أسبوع. الآن تبقى عندي هاي الأيام اللي أنا عندي إياها هون، انتبهي معاي، حتكون 1 1 2 3 4
خمسة، إذا أنا هون وقفت لهون عبارة عن 5 أيام، 1 2 3 4 5، لهون وقفت لأنه اليوم الأخير أنا ما باخده، لذلك من 1 تموز إلى 5 تموز عبارة عن 5 أيام. إذا عدد الأسابيع حيكون عندي أسبوعين وخمسة أيام. وبهيك حبيباتي بنكون إن شاء الله أنهينا الجزء الأول من درسنا، بتمنى يكون ممتع وسهل بالنسبة لإلك. إن شاء الله الجزء الثاني رح بنحل الأسئلة الموجودة في الكتاب وبنحدد الأسئلة اللي ممكن تيجي على نمطها في الامتحان، ويعطيكم ألف عافية.